حديث بدر. قال النبي صلى الله وسلم: إن من لا مال مني ترمى الكاد الأمدان. حديث بدر حق المسلمين لخمس مسلمان كي مسلمان فبعد رد السلام إسلام كأزواج وإيادة المريض مريض فيها واتباع جناري كيسات وجاوة التابة دعوة وقبول كان وتشميد العهد تشيك الحمد لله كي قدرنا الله يرحم الله ومن لا يرحم الله تعالى وشبه من كتير حديث نمبر لا يدخل جنة كتا سوى خلقنا من نازل لا يدخل جنة يلو نينا لا يدخل جنة كتا رشتا كتا كنوالا جنة في نازل حديث نمبر سيا سلم سلمات من دو ملت سن كمت كتو سن كتو كي صورت من حديث نمبر سات مجيواز من القابين من الإيدار فين لن قادو حساب جميك نجري كبو جنة من آرام آرام سے پڑھو تیز نہ پڑھو جی آہستہ رفتار سے پڑھو آواز جی